ويضم المؤتمر كل القوى السياسية المدنية السودانية بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، وذلك عبر حوار وطني سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة. وتأتي استضافة مصر للمؤتمر انطلاقا من إيمان مصر الراسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل الأطراف الوطنية الفاعلة كافة على الساحة السودانية وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها. نحن في جامعة الدول العربية حرصنا منذ اليوم الأول بل منذ استقلال السودان على أن نرافق السودان في كل ما يقوم به وفقا لمحددات رئيسية. هذه المحددات يعني يذكرها الأمين العام وتؤكد عليها قرارات القمم العربية المختلفة، محددات تقوم على احترام سيادة وسلامة أراضي جمهورية السودان، تقوم على دعم جميع مسارات وقف اطلاق النار مسار جدة، تقوم على دعم المسارات العمل السياسي لتقديم الحوار السلمي الحوار السوداني، وتأتي في طليعة ذلك المسار الذي ابتدعته وابتكرته جمهورية مصر العربية اليوم لصالح النخب السودانية والقوى المدنية السودانية. الحوار هو الوسيلة المثلى لحل الاختلاف في الآراء والوصول إلى توافق أو وفاق وطني بين القوى المدنية والسياسية. ونحن في الحزب الاتحاد الديمقراطي يعني أول من أطلق يعني هذا المفهوم في عام 1994. السيد رئيس الحزب السيد محمد عثمان المرغني كان أفضى بمبادرة سماها الوفاق الوطني الشامل، والآن برضو هو أول من تحدث عن الحوار السوداني. ونحن الآن بهذا الهدي يعني نسير في أنه كيف نحن نصل لأدنى مستوى من التوافق بيننا بحيث أنه نحن نقدر نجتاز الفترة الانتقالية، وحي طبعا قبل الفترة الانتقالية وقف الحرب ووقف الاختتال والمساعدات الإنسانية نتصل للمتضررين من الحرب، وثم ذلك الشروع في الفترة الانتقالية نهاية إلى الانتخابات. جمهورية مصر العربية يعني بلا شك هي رائدة في هذا المجال، وهي أكثر دراية من كثير من الدول بالقضية السودانية ووضع السودان. ده طبعا يحتم يعني الجيرة بين مصر والسودان، وكذلك على مدار التاريخ منذ استغلال السودان يعني العلاقة كانت ممتدة ووثيقة بجمهورية مصر العربية. وطبعا المبادرات المختلفة يعني أنا يمكن قبل عام ونصف أو عامين كنا نحن كقوى سياسية في هذا المكان وكانت هي مبادرة مصرية أيضا، وأنا عايز أكد بس أنه هناك تطور كبير في الجهود المصرية، ونحن يعني لمسنا ذلك بين القوى السياسية في كيفية التوافق بين الناس. وحقيقة إقليميا ودوليا جمهورية مصر العربية لها دور كبير في الملف السوداني بلا شك. في هذا المؤتمر كل القوى السياسية والتيارات السياسية المختلفة والقوى المدنية والأهلية أيضا يعني، فهذا حتى يتضح من هذا اللقاء يعني. أعتقد أن الكلمات التي وجهت في هذا المؤتمر من السيد معالي السيد وزير الخارجية ومن ممثلي المنظمات الإقليمية كانت كلمات إيجابية يعني، وأنا أعتقد أنه يعني طبعا كما تدرك أن هنالك استقطاب كبير جدا في السودان بين القوى السياسية والمدنية، هنالك عدم ثقة كبيرة جدا بين هذه القوى، وأعتقد أنه مثل هذه المؤتمرات يمكن أن يؤدي إلى استرجاع الثقة بين المكونات السياسية والمدنية، ويمكن تؤسس إلى يعني منصة يمكن الانطلاق لتنظيم المؤتمر السوداني السوداني الذي سيجمع كل أصحاب المصلحة السودانيين لمناقشة يعني الأزمة
الحالية في السودان. المؤتمر السوداني السوداني ينبغي أن يكون مؤتمر شامل دون إقصاء، لأننا نخشى أن هذا الإقصاء يمكن أن يؤدي إلى اصطفاف مضاد، وأي اصطفاف مضاد ممكن أن يؤدي إلى تعثر الخطى لاستكمال الفترة الانتقالية والتحول إلى الحكم المدني الديمقراطي. كان ذلك واضحا في الفترة الانتقالية الأولى عندما كان هنالك إقصاء، يعني مورس إقصاء، وبالتالي كان هنالك اصطفاف مضاد، وهذا أمر طبيعي بدون شك يعني. والآن البلد يواجه حرب دمرت وخربت يعني السودان، وهنالك يعني نزوح بالملايين من أبناء السودان يعني من النازحين واللاجئين. وبالتالي أنا أعتقد أنه من الضروري عندما نتحدث عن حل المشكلة الأزمة السودانية أن نشارك كل هؤلاء لأنهم معنيين بهذه الأزمة.